بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نرجو أن ننتهي اليوم إن شاء الله من ذكر ما بقي من الأحكام الهامة المتصلة بالمال في الإسلام. حتى نبدأ في الأسبوع المقبل، وحيكون ده يعني سأل أيضا طيب جدا أن بدايتنا مع المحاضرات الجديدة هتكون مع بداية العام الجديد، شيء قدره الله تعالى. يعني ما كان بيكتب لنا ان احنا بننظم انفسنا على وضع معين، وهو عام بداية العام الهجري وبداية العام الميلادي، وفي نفس الوقت هيكون بداية محاضرات في موضوعات قرآنية، يعني دراسات في القرآن الكريم. وموضوع دراسات في القرآن الكريم يعني تتصل سواء بالعقيدة أو بالمجتمع أو بالحياة الربانية أو بنواحي نفسية أو سياسية أو غيرها. هذا موضوع معرفين أن القرآن هو الكتاب الأول في الإسلام، وهو الكتاب الذي يعتمد عليه المسلمين في جميع أبحاثهم وجميع قضاياهم وجميع مبادئهم. فإن شاء الله نرجو أن احنا نكون واعيين لما أخذناه، لأنه أنا بلاحظ أن بعض الأخوة يمكن بعض الأحكام بتظل عالقة بأذهانهم، لكن الكثيرون ينسون الكثير من هذه الأحكام. مش عارف يعني ماذا نفعل لما محاضراتنا مثلا تنطلق في جوانب كثيرة في الإسلام، بندرسها ونعيش معاها وناخد فيها سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وداخلين على الستة. إذا كانت الثروة دي اللي درسناها نتيجتها أنها تتلاشى من بيننا، إحنا نبقى خسارتنا كبيرة جدا، الخسارة تكون كبيرة. طيب، هل يستطيع الإنسان أن يحتفظ بهذه الثروة العلمية بعقله بدون مراجعة؟ برضه شبه مستحيل. يعني انا رغم اني درست الفقه وبدرس فيه ابتداء من سن 15 سنه قبل ما بزلكم بدرس الموضوعات اللي انا هتكلم معاكم فيها، برضه بعد ما سبته بعيش في الموضوعات الفقهيه، لانه في مبدا حياه العلم مذاكرته. فهل احنا عندنا استعداد؟ ده المهم جدا، عندنا استعداد ان نحيا حياه علميه حتى نستطيع ان ننتقل الى الجانب العملي ونحن على بصيره؟ مش ممكن تعمل بالاسلام او تدعو الى الاسلام وانت جاهل بالاسلام. يعني انت لما بتعمل دعاية لشيء معين بتكون انت مقتنع بيه، او حتى اذا كنت منكش مقتنع بيه تكون عالم بفوائد هذا الشيء علشان تعرضها على الناس. فنحن في امس الحاجة كما قلت لفهم الاسلام فهم السليم.
ومن خلال الفهم نستطيع نعمق في قلوبنا الايمان والمعرفه، ومن نقطة الفهم ننطلق الى العمل والى الدعوه. بغير كده مش ممكن. يعني مثلا النهارده ما عندناش دراسه للاسلام، دراسه حقيقيه في المدارس مش موجوده، دراسه حقيقيه في الجامعه مش موجوده، خلاص اهو مجتمعنا كده بقى، خلاص يعني ظروفنا اللي وجدنا فيها هي دي. فاصبح لابد من الدراسه في ناحيه اخرى، دراسه اسلاميه. احسن الاماكن وافضلها بيوت الله ندرس فيها، ولما بندرس في بيوت الله بناخد حريه، حريه في المكان، حريه في الكلمه، حريه في التوجيه. محدش له علينا حاجه، احنا قاعدين في بيت ربنا، لا احنا في بيت نعيط ولا نستعيط ولا نتصل فيه. محدش له علينا اي حاجه في بيت الله بنتكلم فيه. ودي فكره الحمد لله، فكره المسجديه واعاده رساله المسجد نجحت وربنا بارك فيها، وموجود دلوقتي كثيرون بيستفيدون من المساجد في احياء الدعوه الاسلاميه واحياء العمل الاسلامي. فاحنا يا اخوه لا يحقرن احدكم نفسه، مفيش واحد يحتقر نفسه ابدا. فان اقل واحد كان في نظر نفسه او في نظر الناس لما ربنا يبارك فيه ممكن يحيي الاسلام على يديه، ولو ان الله تعالى احيا الاسلام على يديه في اسرتك لكنت انت من خيار الدعاء الى الله، كنت منهم. لو ان الله احيا الاسلام على يديك في جيرانك في اصحابك واصدقائك لكنت شيئا كثيرا جدا. النهارده بيجيني ابني من المدرسه يسالني عن حكم شرعي في الطلب، بقول له مش عندكم استاذ دين؟ يقول ايوه عندنا استاذ دين. طب ليه ما تسالش استاذ الدين في الحاجات دي؟ فبيكون الجواب هو استاذ الدين بيعرف غير اللي بيدرسه لنا. ليه الكلام ده؟ لان عاده الاستاذ يقول لا تسالوني الا في الدرس، اللي ده بدأ فيه لكم سألوني فيه، غير الدرس ما حد يفهم. فبيفهم الطلبة ان الاستاذ لا يعرف اي شيء في علم الدين الا الدرس اللي بيدرس، وده بيجعل العملية يجعل المدرسة مغلقة. لما بنحط خطوة بنجد النهاردة طلع كلام في الشهر، لأن مناهج المدارس بتدرس، وخصوصا المناهج الدينية. أنا اللي عارفه أن الذي يدرس هو المنهج الديني بس، إنما كلمة المناهج كلها دي جاية لتغطية الموقف. وبعدين يتكلموا ويقولوا لأن المناهج فيها صعوبة. سبحان الله، الكلام ده أنا قرأته في نفس الليلة.
بنتي بتقول انا صبحة امتحن بكرة الدين. طيب هات اللي عاوزة تسأل فيه عشان اتعبت فيه. تجابت ايات قرآنية على الايات اسئلة. انا اقول لك بصراحة انا ما قدرتش افهم السؤال. انا نفسي ما قدرتش افهم السؤال لان وضع السؤال وضعه بعيد كل البعد عن الايات. هتعمل مين مع الايات؟ طب امال البنت الطفله دي تعمل ايه؟ تفهم ازاي؟ فاضطريت امسك الكتاب واقرا بعض الاسئله والتعليقات. وجدت كلام لا يستطيع فهمه الطالب الجامعي. كلام الاساتذه اللي مؤلفين اربع اساتذه مؤلفين للمتوسط في القران. الكلام اللي واضعينه اربع اساتذه انا متاكد انهم هم نفسهم مش فاهمين. المشكله دي موجوده لان احنا في الواقع ما بنطلعش النتيجه دلوقتي. اولادنا لما بيدرسوا الدين في المدرسه ليه الدين بتاع المدرسه ما بيطلعش متدين؟ طيب اسمعنا الدين خارج المدرسه يطلع متدين ومتدينه، والدين داخل المدرسه مفيش فايده ما بيطلعش حد. فانا عايز اقول اذا كانت الدوله حقيقة يعني عاوزة تنظر لبرامج الدين، فأنا في رأيي إنها ستنظر في برامج الدين بوساطة أساتذة الدين الذين لا يعرفون الدين ولا يعملون بالدين. طبعا حتكون النتيجة لا دين. تغيير المناهج مش هو الخط السليم، انما الخط السليم لو كان تغيير المنهج خط سليم كان ربنا سبحانه وتعالى اكتفى بانزال القران بعد ما الانجيل درس واصبح وصاياه في الوقت ده تحتاج الى تعديل وتغيير. فننزل القران وبس، لكن ما حصلش كده. اللي حصل ان ربنا اختار رسولا ورباه 40 سنة حتى وصل الى حد العصمه والكمال الانساني، ثم انزل عليه الكتاب. انزل الكتاب على هذا الانسان اللي ربنا اختاره ورباه. ولما انزل عليه الكتاب لم ينتهي الامر عند ذلك، بل ظل القران يربي في النبي محمد ويوقفه على حدود الله الى اخر لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفين في غزوة تبوك اخر غزوة سنة 9 نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فانا فاكر مرة عشان نعرف اني الوضع القائم كما هو قائم لا يقوم بالدين ابدا. حد يقدر يبلغ الكلام ده؟ انا نفسي يسمعوه المسؤولين يا اخوانا. ده احنا التجارب في النواحي دي
بقالنا دلوقتي 40 سنة تجارب عنيفة. قالوا عاوزين اصلاح ديني. حاضر نعمل الاصلاح الديني. مش هنا، ما كانش هنا، ده كلام بقالوا اكثر من 5 سنوات في بلد عربي اخر، بلد عربي كبير. ايه اللي عملوا؟ كونوا لجنة وضع طبيعي. يختاروا لها مين؟ اختاروا للجنة رؤساء الادارات، مدير الدعوة، مدير المساجد، مدير المالية، مدير التفتيش والتنفيذ، كل المدن. وعملوا منهم لجنة. هم يعلمون ان السبب في ضياع الدين وفي الحياة العتمة في الوزارة نفس هؤلاء الرؤساء. ولو كانوا صالحين لأصلحوا إدارتهم. لكن بطبيعة مال يجيب مين؟ يجيب واحد من تحت خالص؟ لا لا، اللجنة دي لما بتتكون بتتكون علشان تاخد لون من العظمة، وكل جلسة لها فلوس معينة. فبدل ما تجلس جلسة واحدة يبقوا 30 جلسة، وبعدين تطلع في الاخر نتيجة. والله يا اخي لما تيجي تنظر لنتيجة اللجنة وقراراتها وتفصلها على اللي قبلها، تلاقي مفيش حاجة ابدا اكثر من انها جابت اللي موجود قبل وعملت فيه شوية تغيير وتبديل، لكن كله زي ما خلت اللي فوق تحت واللي تحت فوق واللي في اليمين شمال واللي في الشمال يمين، وقالت اتفضلوا ده منهج جديد. عاوز اسأل، احنا دائما نعرف الامور بنتائجها، مش كده ولا ايه؟ انت عايز تعرف، واحد بيقول لك فلان ده رجل امين جدا. لا يا شيخ، انا بقول لك كده مفيش امين جاي. وبعدين ظهر لك ان هذا الانسان المحل اللي بيبيع فيه خسران 3-4 آلاف دينار، مع ان السوق كله كان لفوق. ما فيش بضاعة بتنزل، بضاعة بتنزل تحت. هتكون النتيجة يبقوا راحوا فين؟ ما هو اللي في المحل. يبقى الامين جدا ضروري طلع خائن جدا. ممكن له جديد الصلح؟ ولا ماسك سبحة 1000 حبة برد، ولو عمال يوعظ ويدعي، ولو، لكن النتيجة هي دي. خد دي وامشي. عملنا تغيير في مدى الربع قرن اللي فات ده، عملنا في الوزارات تغييرات كثيرة جدا. في المناهج ومناهج الدين بالذات وصلنا انها اصلاحات. كانت النتيجة ايه؟ ان اولادنا المسلمين وفي الكليات الشرعية الإسلامية تحولوا إلى الشيوعيين. مين؟ إيه السبب؟ ما احنا بنجدد، أيوة، لكن تغير وتبدل في مناهج الدين على يد الذين أفسدوا الدين وتدرس الدين بمن يضيع الدين. اللي بيدرس ونفسه مضيع لدين الله. فلا واضع المناهج يصلحون لوضعها، ولا مدرس المنهج يصلح للتدريس. امال ايه الحكايه؟ نرجع للاديان. الله قبل ان ينزل الكتاب اختار الرجل الذي يحمل الكتاب ويبلغه. فأنت قبل أن تعمل أي مشروع
تبحث عن الكفاءات الامينة الوفية الفاهمة لتنفذ المشروع. اذا العبرة بتغيير الامكان وليست بتغيير المنهج. احنا غفلانين على الحاجة. وانا من زمان قعدت سنتين وانا اقول ولسه بقول نحن امة نحتاج الى امة اسلامية تحتاج رجلا رجلا امة عاوزة راجل رجل مسلم يفهم الاسلام وينطلق من خلاله عملا وحكما وفهما ودعوة. من غير كده مفيش امل. بنزل بنعمل اجتماعات بنعمل تكوينات لكن الشخص اللي بيعمل لا يصلح. يبقى لابد من عملية التغيير كل انسان. وانا قلت ليه الجماعات الاسلامية ناجحة في تكوين الانسان المسلم والحكومات كلها فاشلة في تكوين الانسان المسلم؟ لان الجماعة الاسلامية بدأت باختيارها للاسلام والشخص الدائي فاهم عامل والذين ينتمون الى الجماعة جاءوا بحب ليفهموا ويعملوا. القيادة بتاعتهم قيادة صالحة فهما وعملا قيادة بتعيش في جو الاسلام. يبقى دول بينجحوا لكن جميع الطرق الرسمية لغاية دلوقتي ما بتنجح. وزي ما قلت لك النتيجة عكسية باستمرار. من هنا يا اخوة يجب ان احنا ننظر للامور لان كلنا نفكر في الاصلاح وكلنا نحاول ان نعمل للاصلاح. لكن قل لي بالله الذين في الدين بالذات الذين لا يصلحون او لا يتحركون للاصلاح الا اذا كانوا كالمناسير يقبضون كلما خرجوا ويقبضون كلما دخلوا وحتى يقبض هو نايم ويقبض هو صاحي. هذا الذي لا يريد الا الدنيا لا يصلح ابدا لاي عمل ديني. دول تجار دين. مش الجماعات الاسلامية طلعت هي اللي تجار دين. طلعت الجماعات الاسلامية شريفة كريمة عزيزة. اما اللي تجار الدين هم الذين يلهفون من مال الدولة. كل الوزارة فيها كم موظف؟ 5000 موظف. في ايه كل دول؟ قال الدول علشان الاسلام. عملوا ايه للاسلام؟ جروا الاسلام لورا وضعوا مطرحه الشيوعية والصهيونية والاحتلال. وضعوا مكان الاسلام. يبقى ده دول المسلمين بيتاجروا على حساب الدين صحيح. نخش بقى معلش في الموضوع بتاعنا ده عشان نخلص. النهاردة عايزين نتكلم كلمة صغيرة في الشركة كلمة في الرهن كلمة في الوقت كلمة في الوديعة والعارية كلمة في الهدايا والهبات. طب فتح اذنك هما كم كلمة دلوقتي؟ الاسماء دي بنسمعها في الفقه والاحكام الاسلامية لكن ما عندناش المام الكبير ده. اول حاجة الشركات. في حديث
يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه، فاذا كان احدهما صاحبه رفعت بركه بينهما. اذا الشركه بين اخوين او بين اثنين امينين لا خيانه بينهما هي شركه مباركه، فاذا حصلت الخيانه وجدت الخساره، لان حين تكون الامانه الله يبارك، وحين لا يكون الانسان امينا فلا بركه. الشركه دي هل هي شركه اموال ولا شركه اعمال ولا شركه وجوه ولا شركة مضاربة؟ ايه يعني؟ انواع الشركات كثيرة، فمن الشركات مثلا شركة المضاربة. قال لك: تعالى يا سيد محمد اتفضل ادي 2000 دينار، تاخذهم تتاجر لي فيهم في الفواكه في الخضر في الملابس الجاهزة، على اساس ان الربح بيننا نصفان، نصف تاخده انت ونصف اخده انا، ورأس المال بتاعي انا. هذه الشركة جائزة والاجماع عليها ولا شيء فيها، ودي اللي اسمها المضاربة. يعني انت بتاخد المال تجارب به في السوق، وانا قاعد في بيتي، وانا مقابل ان لي مال باخد نصف، وانت مقابل ان ليك عمل بتاخد نصف، وممكن نتفق على غير كده. ممكن صاحب المال ياخد الثلث واللي بيشتغل ياخد الثلثين، وممكن يكون العكس. المهم اتفقا على شيء، فالشيء الذي تتفقان عليه يبقى جائز العمل فيه. دي اسمها شركة ايه؟ مضاربة. مش ضروري تحسب الاسماء، لكن هي نافعة. فيه شركة اعيان، شركة رجالة، او شركة نسيان، يعني شركة في الابدان، جسم وجسمك هم اللي عاملين الشركة. ازاي؟ انا راجل مثلا صنايعي بصبغ البيوت، او راجل بركب الادوات الصحيه، فانت تيجي تقول لي انا معايا صنعه وانت معاك صنعه، انا بصبغ وانت بتركب الادوات الصحيه، او انا بركب الادوات الصحيه وانت بتركب الادوات الكهربائيه والتركيبات الكهربية كلها انت بتركبها من توصيلات وغيرها، نشترك مع بعض. هو اشتري حاجة ده يشتري يشتغل ببدن وده ببدن، قلت له طب وماله؟ يلا يا سيدي بكام؟ قال بالنص. يلا على البركة، انا اروح اشتغل واللي يجي نضعه في مكان خاص، هو يشتغل واللي يجي نضعه في مكان خاص، واخر الشهر نقسم المبلغ بيننا نصين. جائز اي جائز؟ لم تكن الكلام ده موجود النهارده. الاولاد اللي بيمسحوا السيارات مثلا ينظفوها بعد انت ما تعمل لها غسل وتسخين، بيجمعوا كل واحد ياخد 100 سنت مثلا او 50، بيعطيها لواحد ريس منهم، واخر النهار يوزعوا المبلغ على بعض. اهي دي شركة متفقين عليها كل واحد ياخد مثل الثاني، ويمكن واحد يشتغل اكثر من الثاني 5 مرات، هذا لا يضر. جايزة لان ما فيهاش جانب الشرع نهى عنه، كل دينا واحد الشرع موافق عليه. ممكن نشترك بفلوسنا،
انت تضع 1000 دينار وانا اضع 1000 دينار ونخش في اي عملية شركة ويجي المال اللي يطلع بيننا يطلع بيننا يبقى ناس اساس اي حاجة. ممكن نشترك بالوجوه ازاي؟ اقول لك انت راجل الناس بتسمع لك كلام ومحترمينك، طيب انت تسكن في الفلوس وانا اتجر لك فيها واللي يجي بينا مقابل انك بتضطرب انك انت تاخد 10% وناخد 90%، او انت تاخد 40 وناخد 60، تقول طيب مالكش دخل انا اروح اجيب لك الفلوس. فهو يروح يجيب فلوس من الناس لانه الناس بتأتمنه وله مكان عندهم ويديني الفلوس وانا اشتغل فيها والربح اللي يطلع بيننا يطلع بين الناس بالثلث والثلثين بالربع وثلاثة ارباع زي ما يكون. ما دامت الشركة ليس فيها غرر ولا خداع ولا جهالة ولا هي شركة في حرام تبقى ماشية على طول، وبناء عليه ما فيش داعي نعد اسماء الشركات ولا انواعها ونحط الشروط القاسية اللي بيضعوها جماعة من الناس او الفقهاء. يقول لك الشركة بشروطها 1 2 3 4 5 6 والشركة الثانية شروطها كيف كيف كيف. اعجبني الراجل الشوكاني في نيل الاوطار، واعجبني الصديق كان في الرضا النبية، وهم بيتكلموا عن الموضوعات دي. قالوا يا جماعة بتصعبوا الامور على المسلمين ليه؟ خلوهم يشتركوا اي شركة تكون لا تقف امام نهي شرعي، ما يكونش فيها شيء ممنوع شرعا وخلاص. يبقى ماشيين الشركات دي كلها مبروكة؟ ايوه. ما فيش حاجة الناس كلها شركة كده رغم الوف الناس فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في 3، الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في 3، محدش يمنع الثاني منه. الماء اللي في الجداول في الانهار في الابار العامة كل واحد له الحق في الشرب منه، كذلك الخلق المراعي اللي موجودة في البادية. ما يجيش واحد يقول لا المرعى دي ليا والثاني يقول المرعى دي ليا، مدام ارض عامة لا يجوز لواحد يحجرها الا باذن الامام باذن الحاكم. كذلك النار، لو واحد اشعل نار يجي اي واحد يستدفئ بها او يأخذ منها وينتفع بها لا شيء، نفس ما يتلف هذا. كذلك لو انت عندك مثلا في البيت عندك تبريد، عندك مولع نار والجيران عايزين يستفيدوا منها لان ما عندهمش، فقالوا لك اعطونا قطعة نار عشان نولع بها، اعطينا عود تبريد. هذا من الاصول اللي ما يصحش انك تصرف فيها، يعني يجب انك تعطي هذا الانسان ما طلبه منك. ودولا بيعتبر هذا الكلام مفروغ منه، ما فيش كلام الا في حالة تانية. انا رحت الشريف بقى الماء العام او الابار العامة ماشية، كل واحد له الحق ياخد منها. انا جبت الغيط بتاعي او الارض بتاعتي وحفرت بقى فيها مية والمية موجودة الاخرون عندهم او في مية عامة، يجي واحد يشرب من عنده قلت له ما تدخلش لانك هتدخل هتمر بالارض بتاعتي هتكسب الزرع وممكن تسرقه كمان. فانت راح تقول له لا الناس شركاء في 3، لا ما تجيش دي، لان البئر اللي عنده هي خاصة بارضه فهو يملكها، واذا ملكها ليس لاحد ان يأخذها عنه. واضح الكلام ده؟ كذلك لو انت رأت جمعت احفاد او اكتاب من البادية
او جمعت سيء من الزرع الاخضر علشان تأكله الاغنام، بعد ما جمعت صار ملكا لك. فاذا جه واحد وقال لك لا انا ليا الحق فيه، مثل ما الرسول قال الناس شركاء في ثلاث، هذا كلامه يعتبر مغالطة وخطأ. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال الناس شركاء في ثلاث هو الذي قال ما اكل احد قط خيرا من ان ياكل من عمل يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده، ولان ياخذ احدكم حبلة فيحتفظ على ظهره فيبيع خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. معنى كده ان لما بيحتفظ ويجيب الحطب بعد ما تجمع الحطب صار ملكا لك، لا يجوز لحد ياخذ منك الا باذنه، لكن وهو في الارض يبقى ملك للناس كلها. واضح الكلام ده؟ نبقى عارفين علشان دي ما تحتاجش كلام كثير. نروح برضو بعد كده لمسألة الوديعة والعارية. الوديعة عمك شرفور شرعي حج، واللي حج بنقول لهم الحمد لله على السلامة وألف مبروك وربنا يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا ويكفون افتكرونا ودعونا هناك. فهو طالع يا حج عنده 2000 دينار او عنده طيبة لزوجته خاف يضيع او حد يسرقها، فغدا اعطاها لواحد جارة وقال احفظني هذه، تعتبر وديعة وتعتبر امانة. ومن تعاون المسلم مع المسلم ان يحفظ لأخيه ما استودعه عليه او ما استودعه عنده. العارية ان نفس الرجل اللي طالع يحج ده وهو طالع قال له انا سبت عندك وانت رايح السنة الماضية البتاعة دي اللي لما يفردوها يبقى منها مرتبة ومنها غطا ومنها مخدة اللي بتتباع دي عندهم دي سهلة وخفيفة فيها ويمشي مطرح ما يروح، خدها لي ولما اجي اجيبها لك معايا واجمجمها لك هناك وابرسها لك بالارض المقدسة دي. قال طب وما ما فيش مانع يا اخويا. اسمها عارية يعني اعاره شيء. والاثنين داخلين تحت قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتعاون المسلم مع اخيه المسلم ان يتجاوب معه في مثل هذه الاشياء، يعني عايز يحفظ عندك شيء احفظه له، طلب منك شيء علشان يستعين به اعطيه اياه كعارية. بتاخد ثواب على كده، لكن الحكم الشرعي جاي منين؟ اخونا اخذ العدة بتاعته ده وراح يحج، لما قابل حريق سمنة حرق الخيمة واللي فيها ومن ضمنها المرتبة اللي واخدها. طيب لما يرجع يلزمه ان يدفع ثمن ما استعار ام لا يلزم؟ هو اصلا يطالب بحفظ الشيء اللي استعاره، كمان اللي عنده امانة وديعة مطالب بحفظ الوديعة. والحديث يقول ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك، لغاية كده كويس. لكن في حديث اخر يقول على اليد ما اخذت
حتى تؤديه. يعني ايه؟ يعني اليد اللي تاخد حاجة اعارة او تاخد حاجة امانة عندها انها تحافظ على الشيء حتى ترده لصاحبه. اهمل فتلف وجب ان يدفع ثمنه. كذلك اللي عنده يبيعه. ان كان همل في حراستها وحفظها يجب ان يدفع قيمتها. اما اذا كان لم يهمل فلا شيء عليه. سواء الوديعة او العارية. يعني الحاجة اللي خدها استعارة. استعارها من مفهوم. يبقى اذا اهملت يجب تدفع. ما هملتش لا شيء عليه. وبعض الفقهاء اظن برأي الشافعي يقول لا. ثم كل واحد حيدعي انه لم يهمل. المسألة كل اللي خد حاجة تلفت منه يدفع ثمنها. وقال الحديث بيقول على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يبقى الفقهاء قالوا معناها على اليد حفظ ما اخذت. الشافعي قال لا، على اليد ضمان ما اخذ. مش المحذوف ده انا ابحث فيه على كيفي. اسمعنا انت بتقول حفظ، انا قلت ضمان. يقول اعرف ان فيه رأيين، لكن الرأي الاقوى ان لا ضمان ما دام لم يهمل. الكلام ده انت خدت السيارة الزميلة في الصبح، تبعت فيها مشوار، زميلك ده بيركب السيارة بقاله 7 سنين ما اندعمت، يوم ما طلعت بها انت اندعم. طيب هيجي يقول لك نفس العملية، يقول لك ده انت عليك بس التعويض. هل حق هو عليه ولا ما عليه؟ بيرجع من كلام اللي قلناه. الراجل ماهر في قيادة السيارات ومشي معقول، ما اسرعش السرعة الجنونية اللي بيحصل منها كده، وهو اتبع قانون السير، يبقى لا شيء عليه لان غيره هو اللي اعتدى عليه بقى. اما اذا كان مجنون قيادة، انسان ما بيهتمش بالقوانين، قوانين المرور وتعاليمه، يبقى يجب عليه انه يضمن كل تلف حصل للسيارة. واضح الكلام ده؟ وده طب انت بتقول ايه؟ ويجوز اخذ العوض. مين قالك ما تاخدش العوض؟ انتوا بقى بتتعبوا في الحساب شويه. يا راجل تقول لي زميلك يا راجل بقى بتاخد العوض، يا راجل يا راجل العوض حرام. انا عوض اللي حرام اهي، دي بقى اللي احنا بنقع فيها. اذا كان العوض نتيجة اهمال اللي عنده الشيء يبقى مش حرام. امال مين اللي يدفع؟ بقى واحد يهمل ويفرض والتاني يغرم؟ لا. اما اذا كان لم يهمل وعمل بالواجب يبقى لا شيء عليه، واخذ العوض مني ده هو ده اللي بيقول عليه انه حرام. عند اكثر الفقهاء. انا ما كانتش موجودة في ايام الجاهلية ولا غيرها. الوقت عبارة عن ايه؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. قالوا كويسة دي، صدقة جارية. بقى الواحد لما يموت ما ينفعوش الا الصدقة الجارية اللي ممتدة بعد موته، او ولد صالح، او علم، ودول كلهم العلم اللي بينتفع بيه.
سواء الكتب او ناس علمهم واللي علمهم بيعلموا غيرهم. ما هي برضو دي تعتبر زي الصدقة الجارية. الولد الصالح كل ما بيدعي لك ربنا بينفعك بيه في قبرك. فقالوا الصدقة الجارية دي تبقى ايه؟ يعني بدأوا يفكروا. الرسول عليه الصلاة والسلام انقذهم من التفكير بسهولة. ليه؟ سعد ابن معاذ على ما اظن كان يتم ماتت. فبيقول الرسول عليه الصلاة والسلام معنى الحديث طيب ان امي استلتت يعني ماتت فجأة ولو ادركت يعني عرفت انها هتموت لتصدقت اتنفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم. وعليك بالماء عليك بالماء. فسعد كان عنده عين ميه فوقفها للفقراء والمساكين على روح امه على اساس ان الثواب يروح لمين بدل ما يروح له هو يروح لامه. ادي واحد. فابن عمر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني ارتبت ارضا بخيبر هي خير مال وليس عندي مال قط هو احسن منها فما تامرني ان افعل بها؟ انا عاوز اعملها تبقى تنفعني في سبيل الله. فرسول عليه الصلاه والسلام امره ان يحدث اصلها وان تكون ثمرتها للفقراء والمساكين. فعمر كتب كتاب بان المال الارض دي تحبس. تحبس يعني ياخدوها السجن يعملوا لها تعيين يدخلوها. تحبس يعني تمنع من التصرف فيها لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث وما يخرج منها يوزع على الفقير والمسكين وابن السبيل وعلى الضيف وعلى القريب المحتاج والذي يتولاها الناظر عليها ان كان فقيرا ياكل منها بالمعروف. بكم الشروط عمر؟ فيبقى عمر حدث ارضه في سبيل الله يعني وقف الارض في سبيل الله. اهدى الوقت. يبقى الوقت انك انت تجعل شيئا من ارض او اشياء منقولة كالليكون خيول او حيوانات كفرقة تجعلها محبوسة في سبيل الله. ما يأتي منها من فوائد يوزع على الفقراء والمساكين الى اخره. واضح الكلام ده؟ فتاخد انت ثواب هذا على طول. يبقى ده ماشي. ايه اللي بنسموه الوقت الخيري؟ الوقت اللي يطلع ضد الشرع الرأي القوي لا يجوز تنفيذه. ضد الشرع يعني ايه؟ واحد عنده مثلا عمارة قال العمارة دي لو تركتها للأولاد يورثوها الأولاد هيوزعوها ويقسموها ويبيعوها ومش هيبقى لها أثر وفي أولاد صغار وأولاد كبار. أمال عملت إيه؟ على طول الراجل راح وقفها على أولادي وأولاد أولادي إلى آخره على أن الولد الذكور يأخذون منها وليس للبنات منها شيء. ليه؟ قلت البنات يتجوزوا وكل واحدة
جوزها عنده حاجات، طب ولما جوزها ده يطلقها بكره نتيجه العمله الغابره بتاعتك دي، تبقى انت جنت عليها وجنت على اولادها. ليه بتعمل كده؟ ولما هي تمرض وجوزها يستغنى عنها، ولما يموت جوزها ويتركها واولادها يضربوها ويطردوها، تروح لمين؟ ده المرأة بتكون احوج الى المال من الرجل، لان المرأة عورة وعرض، اذا ما سترناهاش ولمناها بتبقى فضيحة بعد كده. يبقى هذا الحب اللي بيعمل كده عامله ضررا، فلا ينفذ وقته. للحديث لا ضرر ولا ضرار، الوقت اللي فيه مضاره لا ينفذ. ومع ذلك هذا وقت ليس في سبيل الله، لانه وقت على الذرية. وايه يعني؟ فايدته ان الذرية لا تستطيع انها تبيع ولا تشتري في المال ده، يتقضى المرسوم لها كده لغاية ايه ما يطلقه. فيه وقت في معصية، واحد يقف على مسجد. ليه؟ قال احنا عايزين نزينه ونزخرفه ونخليه شكله كده جميل، ان المسجد ما هو فين. يقول لك الزينة والزخرفة في المساجد ليست من الشرع، فيبقى الوقت باطل ولا يعمل به. واحد وقف على ضريح او على ولي، على الوقت ده وقف السيد البدر، وده وقف سيدنا الحسين، وده وقف السيدة زينة، وده وقف الخضر، وده وقف وقف حال الناس كلها جنب. هذا الوقت نفسه يعتبر شركا. ليه؟ لانه الوقت لله، فالوقت لغير الله يعتبر كانك جعلت الوالي شريكا لله، زي النذر لغير الله شرك. فهذا لا ينفذ ولا يعمل به. طب والمال اللي بيوجد في صناديق النذور يعني ايه؟ لما يروحوا كل شهر يفتحوا صندوق النذر السيد الجدوي، وصندوق نذر سيدنا الحسين، وصندوق نذر السيده زينب، في صناديق نذور كثيره. الصندوق بيكون جنب الذريح، فاكثر الاولياء فلوسا السيد البدوي والسيدة زينب وسيدنا الحسين. من الذي يلفت هذه الفلوس؟ قال لك جزء منها بتاخد الدولة. ليه؟ لان الدول فقيرة. وجزء بياخده بيوزع على الموظفين، موظفين اللي حوالين الضريح، وجزء بيعطى للفقراء. ولذلك تجد اللي عاوز يشتغل في مسجد السيد البدوي او سيدنا الحسين يروح يدور على وصفة، يشوف له واحد وزير او رئيس وزارة. ليه؟ لانه بعض الموظفين بيطلع هو مرتبه 25 جنيه، ولكن حصيلة النذور بتصل الى 150 جنيه في السنة. ده اللي ثابت في الصندوق. اما اللطش من خارج الصندوق، واحدة غلبانة جاية اول ما تقابله بتقول فين شيخ الجامع؟ اهو يا شيخ.
طيب يا اخويا انا كنت نظرة ان ابني خاف اجيب للسيد البدوي 50 جنيه، انا معرفش بتعمل ازاي، خد الفلوس اهي واتصرف فيها، حطها في الصندوق او شوف هتعملوا ايه. طبعا الفلوس دي هتيجي من الايد للجيب وبكل امانه طبعا، وغيره وغيره بالشكل ده هتمشي. يعني اذا ممكن يبقى مرتبه يساوي مرتب وزير بكل بساطه من حوالين السيد البدوي او سيدنا الحسين او الى اخره. هذا المال سحت وحرام، ولا يجوز ان ياخذ منه انسان غني ولا سلفا واحدا، والنذر باطل والوقت باطل لو كان ده مال منقوص على الولي، ويؤخذ المال ويوزع على الفقراء والمساكين لا غير. كفر، مفيش اكثر من كده. بعد كده بنمتثل احنا الى الرهب بقى. ايه هو الرهب؟ الرهب اصله مشروع لحالة السفر، وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ليه؟ لان عمك حرنكش وعمك عرعر الاثنين مسافرين. عمك حرنكش خلصت النفقة اللي معاه، فقال له عرعر ما تعطيني يا اخي 50 دينار؟ قال له طب خد بس اكتب لي. قال له لا معنا ورقة ولا معنا كاتب ولا حد هيسأل. اتصرف. قال له الساعة اللي معايا دي ساعة ممتازة، انا اشتريها ب100 دينار، تاخدها رهن لغاية ما تديلك المبلغ. قال له ماشي. خد منه الساعة رهن لغاية ما يسد المبلغ. تظل الساعة لا تباع ولا تشترى ولا يجوز يتصرف فيها إلا لحد ما صاحبنا يجيب الفلوس وهو يرد له الساعة. إذا جه الميعاد ميعاد سداد الدين ولم يرد الفلوس لا يبيع الساعة، إنما يرفع الأمر للحاكم، والحاكم يجيب الراجل. عندك استعداد للدفع ولا لقى؟ ان قال لقى لانه ما معفوش، يوم الحاكم يأمر ببيع الساعة، هو اللي يفك الراهن ويعطي صاحب الدين ماله، وان بقي شيء يرده لصاحبه. فنفرض ان لما باع ما كفاش الساعة ما جابتش المبلغ، قال يعطيه الثمن الساعة ويظل باقي المبلغ على الرجل المديون لغاية ما حالته تتيسر ويعطي المبلغ اللي عليه. ده كويس. طب انا رحت عندي عمارة ودي مشروع مهم عايز حوالي 50,000 دينار، طلع بنك برجان. ايوه بنك برجان وصل قبل كده دوخونا في البنك العقاري، دلوقتي مدوخينا في بنك برجان. ناس تدفع وتجيب الفلوس من هنا وهناك واحنا كل درجه التليفون، الو ايه بنك برجان يا سيدي حرام، الو برجان يا سيدي حرام برجان. لما الواحد اترباله في مخه برجين، ايه الحكايه؟ مين عايز يشترك في البنك ده؟ محدش راضي يدينا، ما هو كل واحد عاوز يشترك. واحنا قلنا البنوك تاسيسها وبناءها واقامتها كبيره من الكبائر، فاي اشتراك في الحرام يبقى حرام. فراح الراجل عنده عماره
ابتعت 20,000 دينار على طول. راح لراح الراجل وقال له انا اديني 20,000 وانا ارهن لك العمارة. ادالي 20,000، قال له خلاص كتب له ان العمارة رهن لغاية ما يرد المبلغ. هل يجوز للراجل اللي خد الفلوس اللي دفع الفلوس ياخذ اجره الاجره من السكان ويستفيد بالعمارة لغاية ما ترد له فلوسه؟ يبقى ربا. هو ده الربا بقى. امال يعمل ايه؟ بسيطة. صاحب العمارة الاصل يجي يجمع فلوسه فلوسه من السكان وياخدها تنمات. امال صاحب الرهن قال لك فايدته الرهن فايدته ان العمارة لا تباع ولا يتصرف فيها لغاية ما يتفك الرهن. فلما يجي الميعاد ميعاد فك الرهن قال له انا اخذ منك 20,000 لمدة سنة. خلصت السنة بيقول له اتفضل هات لي 20,000. قال له ما بقيش. يرفع امره للحاكم، والحاكم يا اما الرجل يدفع واما يبيع من العمارة ويسدد للراجل الديون. واضح الكلام ده؟ يبقى كأن العمارة ميزتها انها بتضمن المبلغ، ما يبيعش عليا، ما كل يوم يقول لي بكره بعده روح اشتقيني اضرب راسك في الحيط وانا ليه اضرب راسي في الحيط؟ انا خليه هو يضرب راسه في العمارة يتكسر والعمارة مكتوبة باسمه في الرهن اروح ابيعها واخد حقوقي في امان الله. ما يبقى ميزة الرهن انه بيضمن لك سداد الدين. لكن كونك انت ترهن العمارة وهو يستفيد منها وياخد الاجرة يبقى ده ربا وحرام 100%. الا اذا كان ياخد الاجرة ويختمها من المبلغ اللي له ويبقى ماشي العملية دي. كذلك واحد رهن لك ارض، تقوم انت تاخد الارض وتزرعها وتنتفع بيها لغاية ما يجيب لك الفلوس، يبقى ربا وحرام 100%. ليه؟ لان دائم هو ده قرض جرى نفعا لا يجوز. اما الفايدة الرهن ايه؟ قال لان حافظ لك على الديون بتاعتك يا اخي، حافظ لك على مالك. طيب في حاجة ثانية او ثالثة. افرض اني انا خدت البقرة بتاع عمك كركور رهن عندي، البقرة دي عايزة تاكل وتاكل، اعمل ايه؟ قال لك دي بقى يجوز انك تاكلها وتشربها وتاخذ اللبن بتاعها مقابل نفقتها، مقابل النفقه بتاعتها، او تترك صاحبها هو اللي يجي ياكلها ويسقيها ويهتم بها وياخذ اللبن بتاعها. طب وانا عملت ايه؟ محبوسه عندك البقره لغايه ما تجي لك الفلوس، يبقى دي محبوسة لغاية ما تيجي الفلوس. طب يا راجل انا باخد البقرة واشغلها واخد لبنها واعمل كل حاجة انا حر فيها. قال لك لا، انت حر فيها دي كلمة ما بتسأل. يبقى عرفنا موضوع الرهن وفايدته ايه ونتيجته ايه. ملك اللي صاحبها الاصل انت تبعك فقط بتحفظ لك الدين. ما موتها اولا وبعدين اسألني. موتها مش ماتت خليها تموت، ما تسيبها تموت. لما بتموت البقرة بتموت على حساب صاحبها، لان صاحب الدين جنبه ايه؟ انا ماليش دخل بقى. البقرة ماتت يبقى روح هاتلي بقى مطوحة جاموسة تانية تجيب لي فلوس البخ ياخد عشان اخلص لك على الجاموسه الاخرى. وان كان في راي لبعض الفقهاء يقول ان ماتت البقره تموت على حساب الراجل اللي هو مرتهن ده اللي هو واخد الفلوس من الراجل ودافع. مش انا دفع، انا خدت منك الفلوس واديتك البقره
يبقى لما تموت البقرة عندك تغسلها من الدين بتاعي. بعض الفقهاء قال بذلك، لكن الرأي ضعيف، لان انا مش معتدي، وانا ذنبي ايه؟ انا صاحب فلوس، من صاحب بقرة، اما البقرة باسم صاحبها. اتعرف الكلام ده؟ تعال شوف حسن الله. الهدية والهبة الاثنين دول لمعنى واحد، ان واحد يعطي انسان شيء مش على انه صدقة، لا على انه هدية، يعني نوع من المجاملة بين المسلم واخيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا تحاب، وقال صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع او ذراع لقبلت، ولو دعيت الى ذراع او كراع لأدبت. يعني انا اقبل الهدية ولو كانت ذراع شاه او ظفر شاه حتى. وهذا الهدايا اصلا موجودة في الاسلام، وكانت موجودة في الجاهلية، والناس بتتعارف على انها نوع من التآلف ونوع من التراحم بيننا. السؤال، هل الهدية اذا كان مصروفها العوض تبقى هدية ولا تبقى بيع؟ يعني ايه؟ لا، يعني انا بديك مثلا المسجل ده هدية، بتقول له بكام المسجل ده؟ بقول لك انا هو كان ب20 لكن انا اشتريته ب18 دينار في التنزيلات، ثم كده يعني رحت جبته لك مخصوص، هذا هدية مني. فهو بيقول لي طب تحب ارجع لك ايه؟ ارد لك الهدية دي ايه؟ قال بقى اللي انت عاوزه اللي يجيبه هاته. دي اسمها هدية في اللفظ، لكن في الواقع اسمها بيع وشراء مبادرة، وتخضع لكل شروط البيع. خدوا بالكم، عمك خرارتك عاوز يتجوز، موجودة اول العملية دي، او جاله ولد وقبال عندك، فبيجي له واحد يقول له انت عايز تتجوز؟ طيب انا عايز اجيب لك هدية. اجيب لك ايه؟ ايه اللي ناقصك؟ يقول له بس انت عايز تجيب لي بقد ايه؟ انا عايز اجيب لك هدية مثلا في حدود 20 دينار، 50 دينار، 60 دينار. يقول له عظيم، طب روح بقى هات لي غساله وسناجات. معمول حسابه انه بيقول لي انا هجيب لك هديه ب20 ب30، يعني ابقى ردها لي بكره زي انا ما بجيبها لك. هذا مش مسموح هدايا، كلمه هدايا غلط، هي عباره عن بيع وشراء. بيقول له انا ببيع لك، بديك دلوقتي ثلاجة او غسالة على اساس انك تجيب لي زيها بعد شهرين او كذا الى كذا، لا هي ربا ولا حاجة، لان البيع ما انت بتعطي الجزء وتعطي الثمن وتاخد المبيع بعد شهرين جاي، او تعطي المبيع تعطي تدي تبادل شيء بشيء، او اسمه بيع بيع شيء بشيء، بيع عين بعين. يعني انا بقول لك مثلا بيع المسجل ده بالساعة اللي معايا، مش بتبيع عين بعين اهو خلاص، بس انا كل شوية بقول لك خد الساعة دي دلوقتي وابقى هات لي المسجل مثلا بعد شهر، ما فيهاش حاجة. لكن تسميتها هدية غلط، تسميتها هبة غلط. امال هي مبايعة بين الاثنين. خلص، امال الهدية اللي لنا فيها ثواب وبناخد عليها اجر،
اللمسة اصلا بتعطيها كمجاملة بينك وبين عطيك المسلم، او تدعوه ليك عشان ياكل عندك، وده برضو مجاملة بينك وبين عطيك المسلم، وهذا تأخذ عليه ثوابا. والهدية بتكون للغني كما تكون للفقير، إلا أن للفقير تسمى صدقة وللغني تسمى هدية. الهدية يجوز قبولها، لا يشترط انك تقبلها، ويجوز ردها. ليه؟ افرض ان انت عارف ان فلان ده ماله حرام، تعايز تاخد من ماله حاجة، يبقى لك ترده، او بيديك الهدية لانك انت راجل صاحب منصب عشان ترقيه، يبقى الهدية هدايا الامراء غلول يعني رسوة، يبقى حرام ولا يجوز قبلها. فاذا وجد اي سبب يخليك تردها يبقى على طول بتردها. من غير سبب انت عارف ان صاحبك ده لما يهديك بهدية هيفضحك هو وزوجته كله، بيروحوا بيت يقولوا والله عمك شرطور اتجوز، احنا ودينا له كيس وكيس، وابننا اتولد ما جابناش اي حاجه، حر ونار في عينه وبيته، وابنه كمان اللي جابه جديد حر ونار. انت عارف ان المساله بالشكل ده، تبقى بيع اصلا وانا ملزم ابيع، مانيش ملزم للبيع، العمليه بتبقى غلط. فانا حر اخذ ما دام دخل في باب المبادله، ليا الحق ان انا ارفضها من اول يوم. كمان الهديه ممكن ما تبقى تحس ان الشخص اللي بيديك ده صحيح ما بيجبرش انك ترد، لكن انت ادبيا لابد تردها، وانت راجل فقير مش هتقدر ترد، ومش عايز حد يتقال عليك جمايل، فبتردها ليك الحق. فقبول الهديه ليس واجبا، قبولها مستحب اذا لم توجد امور اخرى تعطيك الحق في الرد. مفهوم؟ ومن السنه انك ترد الهديه، ترد مثلها، يعني تقابل المجامله بمجامله، هذا بحسب قدرتك. لم تكن عندك قدره بتدعي لاخيك اللي اهداك الهديه وبتشكره وبتسمعه، يبقى كويس لغايه كده. هل يجوز الرجوع في الهديه؟ ايوه يجوز الرجوع فيها، الا اذا كانت الهديه للابي فلا يجوز الرجوع فيها. تدي لابوك حاجه النهارده وتروح تقول له هات انا رجعت الكلام، بتبقى عمليه بايخه لانها تعتبر قطع صله بينك وبين ابيك. اما اذا كنت اعطيت هديه لاي انسان ورحت قلت له يعني انا اصلي اتعذرت ويعني ولقيت يعني واصلي يعني واصل مراتي يعني ما كنتش قلت لها وبعدين بدات تتخانق يعني عرف منك ايه؟ ان مراتك ضربتك على او قالت لك هات اللي خدته من هنا، خدته من غير اذن لي يعني، فاي سبب يعني بتقول له رد، بترد لي الهديه يعني، وتريح نفسك من المشاكل دي كلها. فهو لو رد الهديه او الرجوع فيها جائز بنص الحديث، لكن الحديث اللي قال كده فيه بعض، الحديث اللي اقوى اللي وراه مسلم وغيره، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. القيء الكلب من عادته لما ينزل يرجع بعد شويه ياخد اللي رجعه تاني وياكله. قال لك يبقى ده عامل زي الكلب اللي بيعمل كده. وبما ان الرجيع ده نجاسه يبقى اللي بيرجع في النجاسه يبقى حرام. وبالتالي يبقى قالوا، قال كثير من الفقهاء
ان الرجوع في الهدية بعد قبضها حرام. عرفنا الرأيين؟ قبل ما تقبض بالهدية، قبل ما تقبضها لسه ترجع في كلامك، لانه لسه ما ملكهاش صاحبها، لسه ما خدهاش. اما اذا اخذها يبقى الكلام فيه بعد اخذها. لكن قلت لي يا عم ارعر، انا هجيب لك هدية حلوة، وسجالك ولد، انا بقى علي المغادي ان انا اللي هشتري للولد ده حتة جارية كده كويسة او سايكل ممتاز، بس لما يكبر الولد. وبعدين الولد كبر، ولا سألت فيه ولا في ابوه ولا حاجة عليه، ما جيش يقول لك بنت عليه ادفع، لا، لانك حر. انت يا دوب نويت انك تدي هدية لكن ما نفذتش، زي اللي نوى يدي صدقة ولم يخصصش الصدقة، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. طيب في بقى هدية محرمة، وهي انك تيجي لاولادك وتعطي ولدا او بنتا مالا محترما زائدا لا تعطي مثله للاولاد الاخرين او للبنات الاخرين. وانت عارف الحديث سيدي لما راح سيدنا بشير سيدنا النعمان بن بشير اللي بيتكلم في الموضوع، بيقول ان امه كان لها دلال على ابوه، فقالت له يعني الواد ده ما تعمليش حاجه كده من ضمن اخواته، كان متجوز غيرها ومخلف اولاد. قال لها يعني ايه؟ قالت له عندك جنينه حلوه ما تكتبها للواد ده. وانت عارف بقى المراه اما تكون جديده وبتعرف يعني ايه كده وكده، وتعرف الراجل عاوز ايه ومش ايه، استناها تضحك وراه لما تقرب بيته وبعدين تديله في دماغه بعد كده. الصحابه كانوا واقفين عند حدود الله وبيتأدبوا بآداب الإسلام، عشان كده ما كانش حد بيضحك عليه. فهي قالت له ايه دي ابن ده هدية؟ قال لها طيب اديله الحديقة، وفي رواية انها عبد غلام. قالت له لا انا مرضاش لما تكتب النبي عليه الصلاه والسلام عليها، خافت لا يرجع في كلامه. فهو راح للنبي عليه الصلاه والسلام وبيقول له، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له اكل ولده نحلته مثل هذا؟ كل واحد من اولادك اعطيته مثل ما اعطيته؟ قال لا، قال لا اشهد على جور، انا لا اشهد على جور. وفي روايه اشهد على هذا غيري، وفي رواية فأرجعه. الروايات دي كلها والحكم والكلام فيه موجود في كتاب سلوك الاجتماع الجزء الثاني اللي هيطلع. فراح على طول رجع اللي كان هيديه، راح رجع فيه وقال لها بس اتقفل الباب يا ست، انا ما اقدرش ادي كل الاولاد، وبالتالي لا يجوز ان انا ادي ابنك اللي قلت ما اقبلش لما تشهد عليه، اكيد تخلص الحساب الاول قتل فيها على نفسك. فقال العلماء في هذا اختلف لهم كلام كثير، هل يجوز اعطاء ولد من الاولاد اكثر من الاخر كهديه له او زياده في الميراث؟ ما يعتبرش ميراث، زياده بعد الموت يعني، او لا يجوز؟ الراجح انه ما لم يوجد سبب معقول فان التفرقه بين الاولاد حرام. ولذلك الرسول عليه السلام في الرواية قال اعدلوا بين اولادكم، كاووا بين اولادكم في العطية كما تحبون ان يكاووا او ان يتساووا في البر. مش انت عايز الا تريد ان يكونوا معك في البر سواء كلهم يبرون زي بعض؟ قال له اه. قال له اذا ساووا في العطاء. كما ان تفرقه بين الاولاد بتجب بينهم البغضاء بعد الراجل ما بيموتوا في حياه الراجل، يبقى ماله لازمه؟ ايه قالوا الا اذا وجدت ظروف، ولد مريض مرض مزمن مفيش، ولد صغير ولم يتربى كما تربى اخواته كلهم اتربوا واشتغلوا مفيش، ولد صالح
وبيقوم باعمال جهاد واعمال اسلامية الى اخره يستحق انك انت تساعده في مثل هذا. ولا الضار ولا بالثاني عاق، واحد بيضرب ابوه، واحد بيحمل ابوه على كتفه على راسه، يبقى اللي بيحمله يستحق التكريم. مثل هذه الاشياء هم اللي قالوا ان يجوز بسببها ان يفضل بعض الاولاد على بعض. واتذكر لغايه كده كان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا هرد على الاسئله اولا بتاع الاسبوع الماضي، اشوف في اسبوع الاسبوع ده نقدر على الاسئله بتاعته ولا لا، لان اسئله كثيره جدا. انتوا فاكرين يعني ان احنا من مساله الوقت على كيفنا؟ واحد بيقول اذا دخلت مسجد ورأيت حلقه جثه فايهما افضل، تجلس ام تصلي تحيه المسجد؟ لا، تصلي تحيه المسجد. صلي. هل صحيح ان قراءة القرآن على المنبر للقارئ المرتل يوم الجمعة بين الاذانين بدعة؟ طبعا بدعة، لان رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعملها هو ولا الصحابة، وده اكبر دليل الحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اترك الناس على كان يصلوا السنة او يصلوا تحية المسجد، او ما تشغلش الناس بنفسك، لا بقراءة سورة الكهف ولا بغيرها، لا بين الاذانين ولا غير بين الاذانين، كل ده بيعتبر بدعة. طب الحمام الجبلي اللي موجود في مصر يعملوا له ابراج جايز؟ جائز، ما دام ما بيجيبش حمام اهلي، يعني حمام مملوك للناس. انما الحمام الجبلي تعمل له سمكه وتصيده او برج وتصيده، لا شيء في ذلك. الثلاث اضحية ذبحتها واثناء عملية السلف تذكرت اني نسيت ان اتلفظ بالتسمية والنية، فسميه في اسم بسم الله الرحمن الرحيم. انت فاكر لو كانت الضحية ميتة التسمية عند السلف تسيب بحدث؟ لا، لكن النسيان التسمية لا يحرم الذبيحة. يعني المسلم اذا نسي التسمية فالذبيحة حلال حلال حلال، انما هي حرام اذا ترك التسمية عمدا. وبعدين بيقول انا لا، التقسيم اللي انت عملته صح، ثلاث اقسام صح. واحد بيقول سمعت من احد الاذاعات ان 130 الف مسيحي من افريقيا دخلوا دين الاسلام وانتخبونه المذهب الجعفري، هل المذهب الجعفري على الحق كمذهب اهل السنة والجماعة؟ هم من دخلوا في الاسلام، فنحمد ربنا اللي دخلوا في الاسلام، المذهب اللي عندهم دخلوا فيه. والمذهب الجعفري ليس باطل، المذهب الجعفري ليس باطلا ولا خروجا. والجعفرية ان كانوا لا يسبون عمر ولا ابا بكر ولا عائشة، وان كانوا يؤمنون بكل ما نؤمن به، حتى ولو كانوا يؤمنوا بالوصية لعلي، بيعتبروا مسلمين على وضع الفرق بيننا وبينهم لا يؤدي لانهم يبقوا كفار بمسألة الثلاثات. لكن اذا سبوا وشتموا او عمل العمل دي سبيل لتجعله كافرا. فاحنا وافتكر ده مش موجود حسب اللي احنا بنشوفه يعني. ودول اقرب يعني هم والزيدية والهادوية اقرب الناس الى مذاهب اهل السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الرأس والمرتش في النار، ويقول لعن الرأس والمرتش والرأس. أرجو توضيح بجلاء رأي الدين، هل المبلغ اللي ندفعه لموظف الجمارك مثلا لتسهيل مرور بضائعنا دون فرض رسوم جمركية قد تكون باهظة يبقى جايز؟ يعني انت ركبت على موظف الجمرك تأكله فلوس عشان ما ياخدش فلوس للدولة، الفلوس اللي بياخدها للدولة بياخدها للشعب، لكن الفلوس اللي انت أكلتها له هياكلها ببطنه هو، وده بطنه ما بيشبعش، تبقى غلطة، يبقى دي فعلا رشوة. بعدين المبلغ اللي ندفعه لموظف عمومي لتسهيل الإجراءات
موظف عمومي ما بيسهلش الاجراءات الا اذا اخذ فلوس، يبقى يجوز انك تديله فلوس وتقول له في قلبك كده حر ونار يخرب بيتك. ليه؟ الكلام ده موجود في السلوك الاجتماعي في باب الرشوه. ما تبقوش يعني الامور دي لو انت بتسال فيها بتروح كتاب وتقراها بتريحني، بدل ما نقول الحاجات دي كده علني الان. فالموظف اللي ما يقبلكش الا لما تدفع يبقى الرشوه بالنسبه لك انت حلال وبالنسبه له هو اخذه فيها حرام، لان هو اللي معطل حقوق الناس. الرشوه الحرام ان تاخذ ما ليس لك، تاخذ ما ليس لك. اما انك تدفع فلوس لتصل الى حقك لا يسمى رشوه وليس حراما، انما حرام على اللي كذب. يعني انت ماسك واحد بيقول لك انا مش ممكن اطلع لك البضاعه دي ابدا، تروح وتيجي كل يوم لغايه ما البضاعه تتلف هنا، انا ضروري اخد منك 5 جنيه او 10 جنيه او 100 جنيه. ما عملتش اي باب، دفعت الفلوس علشان تستاهل انت وتاخد بضاعتك لانها محجوزه، يبقى هو الفلوس حرام له وانت لا شيء عليه. خصوصا لما بيفسد المجتمع ومفيش من يمنع عنك هذا البلاء. بعدين المبلغ اللي نفسه حكم الموظف الحكومي اللي يتقاضى تلك المبالغ يبقى بياكل حرام وربا، واكل الرشوه بيخرب البيوت، واحنا عارفين الكلام. حكم الاسلام في الختمه اللي بتعمل الراجل او المراه اذا ماتوا، ختم القران يجتمع ثم يقروها. اذا كانوا بيقولوها القراءه دي تبرع من عندهم ودينوا الله على روح فلان، ويقول اللهم اجعل ثوابها ما قرانا لروح فلان او فلانه، جايز عند اهل السنه ولا شيء فيه. وده الكلام ده برضه هتلاقوه في السلوك الاجتماعي اللي هيطلع نفس الموضوع ده. الاضحيه بان يذبح الراجل لابيه او لامه، يجوز تذبح لابوك وامك وتذبح للبلد كلها، بس بتبقى موكل من ابيك او امك في السبب، يعني هما بيوكلوك. واحد بيقول ما حكم الشرع في الشخص اذا كان عنده مريض او حاجه؟ اولا يتمنى من الله انه يشفى مريضه او ياخد الحاجه، ويقول بحرمة فلان ولي من اولياء الله مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني او احد ان يشفي مريضي لاهدي لله ولارواح فلان ولي مبلغ كذا وكذا. هو ده غلط، وده اللي بنقول عليه هو ده اللي بيعتبر شرك يا اخواني. لو انت بتعمل بتستغيث بفلان وبتنذر لفلان، خلي استغاثتك بالله وخلي نذرك لله يبقى صح. ليه بتورط نفسك وبتلف اللفه دي؟ هو عبد القادر ولا هيسمعك؟ لا. هيعرفك؟ لا. طب امال هينفعك يوم القيامه؟ لا. ذكر الرسول عليه السلام يقول لي يا فاطمه يا بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. وربنا قال له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى ليه احنا نغلط الغلطه دي؟ بعدين واحد بيقول هنا الملاحظ ان ايه القران الكريم ان اوامر الله تعالى في القران الكريم بالنسبه للسجود للانسان كانت من الملائكه، ومثال ذلك وسمى الملائكة بسجده لآدم. وبعدين قال إلا إبليس، ثم قال تعالى في سورة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كانت الأوامر للملائكة. ويبقى ليه؟ ما أنا قلنا يا إخوانا الرقص ده إني جاعل في الأرض خليفة بعد أن خلقه الله وضعه في الجنة ثم في الأرض. هو الأحسن كلامه صعب، لكن أنا فاكر السؤال وسأله في الأسبوع الماضي شفويا.
بيقول ربنا قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فلما هو ربنا قدر أن يجعله في الأرض، ليه لما خلقه في الجنة ليه ما خلقوش في الأرض اللي هي احنا فيها دي اللي هو هيبقى فيها بعد كده؟ الجواب من ناحيتين. أولا، كثير من المفسرين يقول ان الجنة اللي كان فيها آدم كانت جنة أرضية، يعني حدائق وحاجات حلوة موجودة في الأرض، والأكثرية على أنها جنة اللي هي جنة الآخرة وأنها في السماء وليست في الأرض. طب امال ليه ربنا قال اني جاعلهم في الارض؟